من ناحيه الرجاله، لان دايما الرجاله موسومين بالمسؤوليه اول حاجه. يعني دايما بيخافوا من المسؤوليه. المسؤوليه شيء صعب جدا، كل ما بتقربي منه بتحاولي تهربي منه بشتى الطرق. هل الرجل المصري مش متربي على الاحساس بالمسؤوليه؟ ودي مش اهانه، يعني الامهات المصريات كانوا جزء من الحته دي، ان الراجل المصري ما عندوش. لا، ما نقدرش نعمم القاعده ونقول ده، لان احنا عارفين ان في نماذج كتيره جدا من الرجاله بتبقى، وده الطبيعي، بيبقوا شايلين المسؤوليه حتى من قبل ما يكونوا مرتبطين او يفكروا فكره الارتباط. هي مسؤوليه الارتباط مختلفه تماما عن اي نوع من انواع المسؤوليات. انا بسال بصراحه على مسؤوليه الارتباط، طفل يعني مدلل. بالظبط، يعني مسؤول عن امي، عن بيتي، عن نفسي، غير لما اكون مسؤول عن بيت. اصعب مسؤوليه في الدنيا انك تحس ان في ناس في رقبتك، زوجه، اولاد، ومسؤوليه الاولاد دي مسؤوليه اكبر بكتير وتخوف. النهارده انت مسؤوله عن نفسك او مسؤوله عن عيلتك، غير لما تكوني مسؤوله عن روح انت مسؤوله عنها في كل حاجه. فالخوف من المسؤوليه دي اول حاجه بتخلينا نجري بالمشوار قبل ما نبدا نفكر في اي حاجه. والاهم من ده كله كمان ما بقتش الخوف من المسؤوليه بس، لان دلوقتي بقت المسؤوليه مشتركه على فكره. يعني انا بحس ان دلوقتي غير الاول، دلوقتي احنا ممكن نتقبل جدا ان الزوجه تشارك في مصاريف البيت، او ان احنا نبقى، وده بيحصل. وحتى نسبه السيدات العاملات بقت اكبر بكتير من زمان، ويمكن ده برضو بيساعد على سرعه الانفصال، لان هم بقوا حاسين ان هم مش محتاجين لحد، لان جزء كبير من السيدات بيتكلوا على حته الراجل بالنسبه لنا الامان. على فكرة أنا أقدر أعتمد على نفسي وأقدر أعيش حياتي، أو هي بالنسبة لها هو الأمان المادي فقط، فلو أنا عندي الأمان المادي فأنا مش خلاص. فده بيساعد على فكرة من نسب إن العلاقات ما بتكملش. فإحنا بنقول إن المسؤولية حتى لو هي دلوقتي مشتركة، بس برضو ليها جزء وعامل كبير جدا إن الواحد أو إحنا نبقى قلقانين جدا إحنا ناخد الخطوة دي. طيب، يبقى إذا الخوف من المسؤولية، وأقدر أطبق كلام حضرتك على الراجل والست؟ اه طبعا. انه الست كمان بتخاف من المسؤوليه؟ لا، مش بتخاف من المسؤوليه، هي الست بتخاف، وخصوصا لو بعد وقت معين بتخاف انها زي راجل، انها وصلت لمرحله معينه في حياتها انها مش عايزه اي نوع من انواع التحكمات او خلاص. فبيبقى من كل ما ترقت وكبرت وتحققت بتصعب المسؤوليه، وهو العطف بيبقى عليها كمان صعب جدا، لان الست بتبقى يمكن او ده الطبيعي، ما بيبقاش بس عاتق البيت وعاتق مسؤوليه الزوج، البيت والزوج والاولاد وتانيب الضمير، لانها دايما وابدا هي عايزه تبقى احسن حاجه وحاسه بالتقصير في يعني عامه. فده بتبقى برضو عاطف كبير عليها، عامل كبير. عندك اكيد اسباب تانية. هتقول لك لا لا.